أزمة وشحتي أكياس الدم تدخل أسبوعها الثالث بمحافظة حضرموت، ومع كل يوم يمضي دون إيجاد معالجات سريعة لها يدق ناقوس الخطر ويزداد الوضع صعوبة. هذا ما عبرت عنه التوجيهات الأخيرة التي أصدرها مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت للمستشفيات والمرافق الصحية بالتوقف المؤقت عن إجراء العمليات الجراحية الروتينية وتخصيص ما تبقى في مخزوناتها من الدم لتغطية احتياجات العمليات الطارئة. طبعا هناك تأثير لقرب الدم، سواء كان في الاحتياج إلى قرب إلى دم عاجل في أي حوادث محتاجينها، أو مرضى الدم من الأطفال الذين يحتاجون إلى نقل دم شهريا، وأيضا هناك حالات مرضية مثل حالات الولادة والعمليات الجراحية سوف تؤثر بشكل كبير. عاد متوفر قرب الدم لأن نحن عملنا وجهنا بتوقيف أو التقليل من بعض العمليات الروتينية، لأن كثير من العمليات الروتينية تستهلك كثير من الدم، وركزنا بشكل كبير على موضوع الطوارئ في قرب الدم. السلطات الصحية بالمحافظة ومن خلال تحركات أجرتها بهدف تغطية النقص في كميات أكياس الدم تمكنت وإلى حد ما من توفير بعضها، لكن هذا لن يكون كافيا لضمان إيجاد كامل الاحتياج الشهري للمستشفيات وبنك الدم بالمكلا، ما يهدد حياة الكثير من المرضى خصوصا الأطفال منهم. قرب الدم طبعا أربع أنواع، منها ثلاثية ورباعية، وفي سنجل اللي هو أبو 500 ملي وأبو 250 ملي. الاحتياج في محافظة حضرموت عبارة عن 500 قربة شهريا من كل نوع من الأنواع الأربعة. تواصلنا مع عدة جهات من ضمنها وزارة الصحة، الهلال الأحمر الإماراتي، مركز الملك سلمان، تواصلنا مع أخواننا في محافظة المهرة اللي هم تواصل مع الأخوة العمانيين. تم توفير عدد من قرب الدم لساحل حضرموت لتغطية النقص لفترة محدودة. وتأتي أزمة انعدام أكياس الدم بحضرموت كامتداد لأزمة أكبر شملت في تفاصيلها جميع محافظات البلاد. لتكشف بذلك ما آل إليه حال القطاع الصحي في اليمن من تأزم وهشاشة، وهو الذي تقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من نصف منشآته الصحية باتت خارجة عن الجاهزية، وما تبقى منها تعمل بحدها الأدنى. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.